لمين كتبت لجمهورية قلبي؟ كرمال وقتها صار موضوع مع أختي بدت تتوظف وبدت تشتغل وبدت حق ذاتها بعيدا عن بيا وخيا وكذا انه هي معلمة ومخرجة من جامعتها حقك قلنا لها اوكي وفتحنا لها المجال انه تروح تقدم مثل اي بنت وكذا وهيك فوجئنا كمان بنفس الموضوع تليفونات ومساجات وما بعرف شو كذا قلت لك يا اختي بكل عقلك انت ببلد هون هل بيشوفك بحسب فكرك بيشوفك بعقلك بيطلع بدماغك بيطلع بعلماتك شوفك شو بك سلعة؟ ليه؟ مين قال؟ هذا الوطن العربي كله بيشوف المرأة سلعة. فارس أنت بتشوف المرأة سلعة؟ لك مش أنا بشوفها مرأة سلعة، أنا شو أنا صاحب إلك. شركة؟ عم بحكيك إلك. أنا عم بحكي كصاحب شركة، صاحب مؤسسة. شو هالتعميم فارس؟ مش تعميم، هيدي حقيقة يا رب. في سيدات وصلوا لمناصب قيادية بعقلهم. صح. في سيدات صح. قياديات. على راسي. على راسي وأنت منهم، بس بدك تقولي لي إن كل حياتك ما تعرضتي؟ قولي لي إنك لا فيها الوحدة ما تتعرض. تعرضتي. تقدر ما تتعرض عنك لا ما تقدر توصل لما تتعرض لا بتقدر ما تتعرض بس تصير هي ينعمل لها ألف حساب بس ببداية الطريقة بدها تتعرض مرة حلوة ما تتعرض هي ما بتسمح ايه بقلك ما بتسمح ايه فمعناتها ما تعرضت لا تتعرض قصدي انا مبادرة الشخص الغلط يعني ما هو بيجرب يتحرش لو بكلمة يعني تعرضت خلص نحن المجتمع انت عم تحكي على المجتمع كيف يراكي اكيد مش مثل ما بتشوفي حالك طب أكيد. انت شو كنت بدك تقلها لاختك بهالغنيه بدي مع الفكره انه نحن معنا بنات تتوظف بشهادتها عنا البنت بتتدلل وكل شيء بيجي لخدمتها شغلك قلبي وعاطفتي وحناني الحلم نحن الحلم بهيك اختك مجتمع. هيك عملت هلا فتحت شغله لحالها والحمد لله الله رزقها وكتر خير الله بس انه بالمبدا ما حدا بيسلم يا عمي نحن بنقعد هون اذا البنت طالعه بتاكسي 500 تليفون بدي اقلها لنطمن عنها اذا وصلت بخير كم بنت انقتلت وكم بنت اغتصبت وكم مشكله وكم قصه صارت بتقولي لي المجتمع ما بيشوف البنت هيك لا بيشوفها بس انا عم بحكي مع شاب يعني مع ابن ابن البقاع يعني ما خص بقى ما بتقولي لي بقاع وشمال وجنوب انا لبناني عربي كل اللبنانيين بيفكروا هيك طبعا كل اللبنانيين كل العرب بيفكروا كل العرب بيفكروا طبعا واللي بيقول لك واللي وصل ليش دخلك هيدا الخليج ليش بيلبسوا خمار وليش بيعملوا الف حساب تقاليدهم عاداتهم ها عيني عليكي نعم. ونحن تقاليدنا وعاداتنا شغلتنا نحافظ عليها لو كانت ذكوريه ونحترم حالنا وما نتحضر وناخذ من الحضاره الجزء السفلي مثل ما هني محافظين على عاداتهم بتعرف قد ايه بده يعمل حديثك هلا على السوشيال ميديا يعمل بده يعمل انا عم بحكي الحق رفض وشجب شو بدي بس انا بس بدي اقول انا ماني موافقتك انا ماني موافقتك انا عندي نظره مختلفه رأيك تماما رأيك بحترمه رأيك بحترمه نظره رأيك انسانيه رأيك مختلفه تماما انا بحترم رأيك كثير بحترم رأيك كثير بس انا لما نطلع بنحكي الحق منبين كانه نحن شواذ والهيدي التمسيح الجوخ هو الصح شو بدي بالسوشيال ميديا تمسيح الجوخ شو بدي بالسوشيال ميديا انا السوشيال ميديا يعني كان الواحد الغبي ما يعرف فيه غير امه وبيه واخواته صار الغبي تعرف فيه كل العالم